عسلامة، احنا تيم كافي توكس فاقس. انا غادة عليمي ريبورتر. انا يسر قرمازي كوميونيتي مانجر. انا عيدي مودريتر. En fait, احنا ثلاثة اللي نمثلوا في ريجيون تاع صفاقس في الكافي توك كومبيتيشن. احنا شكون؟ احنا نمثلوا الكوميتي دي دووا دو لوم اي دو لا بي اللي يندرج في وسط لاسوسياميد، لاسوسياسيون دي زيتوديون ان ميديسين اي دي ستاجير انتر. العباد اللي ما تعرفش شنو هو كافي توك، كافي توك هو كونسيبت تاع ديبات انفورميل اللي يتعمل في اسباس بوبليك جونغ قهوة كومبلكس اي بلاصة، معناها العباد تلقى راحة باش تحكي كيما تحب ونخرجوا منه بسوليسيون كونكريت. احنا في شنو نمثلو صفاقس؟ احنا اون فيت نمثلو صفاقس في كومبيتيسيون ناسيونال تصير انتر بليزيور ريجيون في تونس اللي هي على التطرف العنيف كاوتشينغ فايلنت اكستريميزم بريفنتينغ فايلنت اكستريميزم. دونك احنا اليوم تلمدنا في قهوة الديوان باش حكينا على موضوع دعم علاقة الثقة بين مؤسسة الدولة والمواطن، موضوع يندرج ما بين مواضيع اللي خدمت عليهم الأمم المتحدة اللي تشوفهم يخدموا preventing and countering violent extremism. اليوم كانت معنا ضيفة مدام نعيمة فقي، مرشدة تربوية وتخدم في ليكوت نتاع بعض المؤسسات التربوية في صفاقس. عانتنا بالتجربة نتاعها وعلاقتها بالتلامذة والتطرف العنيف. مازالونا ان شاء الله سي كافي توك مع بعضنا، دونك نستناكم الناس الكل باش تتفاعلوا معنا وتسألوا اللي تحبوا في اللايف ستريمينغز نتاعنا، وسوايي لي بيانفينو في لي كافي توك صفاقس. ضواجي ضواجي سمونا حلي.